خلونا ناخد معانا على التليفون سياده اللواء احمد راشد محافظ الجيزه. اهلا بيك يا سياده المحافظ. مساء الخير استاذ يوسف. مساء النور، ازاي الصحه؟ كله تمام النهارده؟ البرنامج منور لانه اول مره ناخد مداخله مع حضرتك النهارده. ربنا يكرمك، النهارده يوم جميل ويعني جداً. الحمد لله، يعني النهارده شرفنا بافتتاح السيد رئيس الجمهوريه بعض المشروعات في محافظه الجيزه، طبعا سواء في الطرق، سواء في اللي تم في 6 اكتوبر طبعا، يعني في الشباب والرياضه. لكن لو نتكلم على الطرق طبعا، يعني الطرق النهارده يعني محافظه الجيزه حظيت خلال الفتره الاخيره ب يعني وافق السيد رئيس الجمهوريه على انشاء عدد من المحاور المروريه في الجيزه، واللي كانت في احتياج شديد جدا ليها حضرتك. يعني صح، لو هنتكلم حضرتك يعني اذا كان الطريق الدائري الاوسطي ده حضرتك النهارده بيربط عده محافظات وبمر يعني في يعني حوالي 65 كيلو داخل محافظه الجيزه بس حضرتك، وقد ايه يعني هذا الطريق حضرتك النهارده سهل حياه المواطنين وتنقلاتهم بين المحافظه داخل المحافظه والمحافظات المجاوره. لو هنتكلم النهارده على محور تيرت حضرتك النهارده يعني، وده بديل لشارع الهرم. أيوة. احنا اغلقنا شارع الهرم حضرتك النهارده يعني في الاتجاه القادم من المنطقه الاثريه حتى ميدان الجيزه، ويعني ده حضرتك تتخيل يعني لو ما كانش عندنا محور بديل لشارع الهرم زي محور تيرت بالظبط كان هيبقى الوضع عندنا في المحافظه شكله ايه؟ صحيح. فتعلم ان الجيزه كانت بتعتمد على شارع الهرم، وشارع فيصل طول عمرها في يعني في محاور الحركه. فالحمد لله لما يعني نوجد محور زي محور تيرت النهارده حضرتك يعني، وقد ايه الحجم اللي بوزل فيه النهارده من اجهزه الدوله المختلفه، سواء المحافظه، الهيئه الهندسيه، وزاره الاسكان، والتعاون القائم عشان ننجز هذا المشروع. 6 كيلو حضرتك كلها عمارات سكنيه اتشالت والناس اتعوضت فيها واخذت حقها تماما، واوجدنا محور حضرتك النهارده. المحور ده هيكتمل خلال الفتره اللي جايه طبعا مع محور مهم جدا عرضي في محافظه الجيزه زي محور فريق كمال عامر حضرتك الله يرحمه. الله يرحمه، يعني هيربط النهارده يعني والدوله بتكرمه طبعا بمحور طبعاً. مهم باطلاق اسمه على محور مهم جدا، وهو يستحق هذا. يعني سيد رئيس الجمهوريه بيحرص على تكريم رموز الدوله ورجال اللي هم بذلوا ويعني كل الغالي والنفيس وحياتهم وهبوا حياتهم كلها لخدمه مصر. يعني فريق كمال عامر ده يعني رمز جميل. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب. طب سياده اللواء، يمكن على ذكر المساله بتاعه ازلنا عمارات والناس اتعوضت، مهم جدا ان احنا ناكد على المساله، وكويس ان حضرتك ذكرتها. تم ازاله مباني بس الناس اتعوضت، والناس اتعوضت طبقا لاسعار السوق يا سياده المحافظ. خليني اقول لحضرتك يعني محور حضرتك زي الترس حضرتك اللي انا كنت بتكلم عليه. أيوة. حضرتك احنا حضرتك نقلنا منه 3200 اسره حضرتك. ايوه. كل الاسر اللي اتنقلت حضرتك كلها صرفت تعويضاتها بالكامل. حلو الكلام. صرفت تعويضات بالكامل. توجيهات سياده الرئيس، ما فيش مواطن بيتحرك من مكانه حضرتك الا لما بياخد تعويض. أيوة. ممكن بعد فتره بيبقى فيه جزء وجزء مستحق بعد فتره صغيره بيصرف الباقي، لكن تعويضه بياخد تعويضه. قبل ما بيخرج بيبقى فيه قرار نزع ملكيه، وهذا قرار نزع بيضمن له حقه تماما حضرتك ان هو ياخد حقه. فاحنا حضرتك الكلام ده بيطبق حضرتك النهارده في كل المحاور اللي بتتم. يعني لو تشوف حركه التوسعات اللي بتعملها وزاره النقل في الطريق الدائري ويعني واهميتها شكلها ايه، ويمكن احنا كنا شفنا الطريق الدائري وحجم الحركه اللي موجوده عليه شكلها ايه، فالتوسعه اصبحت مطلوبه وحيويه. زي ما بقول لحضرتك النهارده محور الفريق كمال عامر ده حضرتك ده محور هيربط يعني محور عرض هيربط بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي وما بينهما زي محور 26 يوليو، محور صفة اللبن، جامعه الدول العربيه. فالمواطن في الجيزه هنخف العبء على ميدان الجيزه، هنخف العبء على شارع السودان وعلى البحر الاعظم. يعني المحاور اللي كانت مكدسه بالحركه المروريه ده كلها ده مش هو ده المحور الاخير، لا عندنا في محاور ما زالت يعني بدا العمل فيها، وسياده الرئيس وجه ليها، ويمكن حضرتك سمعت النهارده
سيادته مش قال حتى المحاور الداخليه اللي من شانها انها تحسن حياه المواطنين، وزي ما سيادتك كنت بتتكلم دلوقتي النهارده، يعني احنا عايزين نحسن حياه المواطن. تحسين حياه المواطن ليس في دخله فقط، ولكن في ان احنا نوجد له البيئه المناسبه اللي يقدر يتحرك فيها ويقدر يعيش فيها. النهارده لما بنشوف المدن الجديده النهارده والمساكن اللي افتتحها سياده الرئيس، يعني وانا كنت موجود هناك، يعني فعلا حاجه يعني تدعو للبهجه وتدعو ل يعني ان الواحد يعني ينطلق هو واسرته هو، ويعني ويعيش في جو تاني غير العمران المتكدس القديم اللي احنا يعني ضمان يعني عارفينه وشايفينه. طبعا طبعا. طب سياده المحافظ، يمكن فخامه الرئيس النهارده اثار نقطه مهمه جدا وهو بيتكلم على اللقطه دي بالتحديد، قال يعني في منطقه متكدسه زي دي وحد عنده حته ارض فاضيه وعاوز يبنيها، هيسأل ما اللي حواليا مثلا ده باني 10 ادوار وده باني 12، جت عليا انا اللي هبقى لازم ابني طبقا للاشتراطات الجديده دي، هيتم التعامل معاها ازاي سياده المحافظ؟ حضرتك الدوله لما يعني اصدرت القرار المتعلق بالاشتراطات البنائيه، حضرتك هو الهدف منه حضرتك ليس منع العمران ولكن تنظيم حركه العمران. ايوه. احنا حضرتك لو تشوف يعني زي ما سياده الرئيس كان بيتكلم النهارده واحنا عارفين، وانا يعني عايش القصه دي يوميا، عشان نفتح شارع ترس حركة بتقول 6 كيلو احنا نقلنا 3200 اسره حضرتك النهارده. طب النهارده يا اما انت كل شارع حضرتك هتعوز تفتحه او عشان حضرتك النهارده يعني تذكر حياه المواطنين، ودوله رئيس مجلس الوزراء تكلم على المنظمات الدوليه وكانت رؤيتها لمصر في 2030 انها تبقى مدينه يعني ميته زي ما بيطلق عليها مدينه ميته، حركه السير فيها تبقى شبه معدومه شبه متوقفه متوقفه. فالنهارده احنا حضرتك لما بنتكلم على الشروطات البنائيه، الشروطات البنائيه الهدف منها تنظيم العمران. احنا بنقول للمواطن والله انت هتقدر هتبني حضرتك النهارده باقصى ارتفاع حضرتك ممكن يعني مسموح به يعني حضرتك في حدود اللي هو 16 متر حضرتك بمواصفات معينه. ليس معنى هذا ان احنا بنضيق عليه، ليس معنى ان احنا يعني الهدف منه، لكن الهدف منه احنا ننظم العمر. احنا علينا كثير جدا، والدوله في العهد الحالي تحملت اعباء كثيره جدا عشان خاطر حضرتك النهارده يعني تحاول تيسر حياه المواطنين. لك ان تعلم حضرتك النهارده المستوى العمران اللي معروض قدام حضرتك في الشاشه، احنا مش هنقدرش اللي بيفتقد لبعض المرافق ما بنقدرش نوصل له مرافق النهارده. يعني في مستوى في بعض الاماكن السكنيه المكتظه بالعمارات والغير مخططه حضرتك النهارده، واللي بتفتقد مثلا لخدمه زي خدمه الصرف الصحي. عشان نوصل الصرف الصحي حضرتك يعني بنلاقي صعوبه جدا كبيره جدا جدا في توصيل الصرف الصحي، لان العمارات طبعا ما فيش شوارع نقدر نحط فيها مواسير الصرف الصحي. لما بنيجي نحفر بيحصل في شروق واحيانا انهيارات او تصدعات في بعض العمارات، فبضطر نعمل يعني حاجات صعبه جدا ومكلفه جدا للدوله عشان نقدر نوصل خدمه الصرف الصحي. فالاشتراطات البنائيه حضرتك النهارده ليست مقصود منها منع البناء، لكن اللي مش عايز يبني حضرتك النهارده او مش عايز يسكن حضرتك النهارده من حقه حق انه يلجا للمدن الجديده، وزي ما النهارده في اكتر من خيار قدام المواطن يختار منهم اللي هو عايزه. صحيح. هو اللي هي بس المشكله انه النقطه كانت لافته للنظر جدا، مساله طيب عاملوني بالمثل، يعني المواطن يجي يقول طب عاملني بالمثل، ما هو الشارع كله كده، انا لا ليه؟ دي الكلمه دي يعني النقطه اللي اثرها فخامه الرئيس. يعني انا عاملك ما عاملك بالمثل دي مرحله حضرتك يعني حضرتك يعني ايه ده بنا مخالف، والبنا المخالف حضرتك النهارده بيتصالح عليه. صح. وبيدفع عليه فلوس يا فندم في هذا الكلام، وهيدفع عليه حضرتك. أيوة. يعني مقابل المخالفه ان لازم يعني تبقى الناس عارفه انه اصلا وضع هذه المباني كان مخالفا. بالظبط فندم، وهو بيتصالح عليها النهارده وبيدفع مقابل التصالح حضرتك في هذا الكلام. يعني حضرتك النهارده انت لما تبني حضرتك بوضع قانوني ومقنن وتاخد كل حقوقك حضرتك النهارده، بعكس ما مواطن تاني مخالف حضرتك النهارده. صح. يعني انت عارف حضرتك يعني مخالفه هيدفع قيمه المخالفه، وحتى لو كانت بتتقسط على كام سنه لكن هيدفع قيمه المخالفه حضرتك. لا هيدفع هيدفع. صح. هيدفع هيدفع. صح. يعني انا بشكرك جدا.
ايوه اتفضل يا فندم اتفضل. الخطوات البنائية طبعا حضرتك زي ما بقول لك يعني فعلا مفيدة جدا حضرتك عشان ننظم حركة العمران ونقدر نتخلص من الموروث القديم اللي احنا يعني بنعاني منه وما زلنا بنعاني منه. ويمكن الدولة حضرتك النهارده يعني مشروع حياة كريمة النهارده للسيادة الرئيس النهارده المبادرة اللي أطلقها واللي بيرعاها واللي بنتابعها كل يوم برضه جاية في إطار إن احنا حضرتك النهارده يعني نحسن مستوى حياة المواطن والمواطن يلاقي يعني بيئة مناسبة دي للعيشة وللإقامة على مستوى مصر. طب الشيء بالشيء يذكر دايما يا سيادة المحافظ، يعني النهارده في إطار هذه الافتتاحات وأيضا كان في افتتاحات سابقة تقريبا في نفس ذات النطاق يعني مدينة 6 أكتوبر وما إلى ذلك، سكان المنطقة بتاعت حدائق الأهرام كانوا دائما ما يطالبون بأن تلتفت الدولة ليهم، يقولوا المكان هناك الطرق بتاعته لازالت غير ممهدة، أعمدة الإنارة لازالت فيها مشاكل كتير وما إلى ذلك. هل هيبقى في مرحلة قادمة نبدأ نلتفت لمناطق زي منطقة هضبة الأهرام أو غيرها من مناطق بهذا الشكل؟ حضرتك يعني ده سؤال جميل جدا حضرتك. كل المناطق حضرتك اللي يعني في محافظة الجيزة ويعني المناطق القديمة، ويمكن احنا سمعنا سيادة الرئيس النهاردة وهو بيوجه ضرورة الاهتمام بالمناطق القديمة حضرتك. حلو. لو بنتكلم حضرتك على منطقة حدائق الأهرام، منطقة حدائق الأهرام حضرتك يعني احنا الملف ده مهتمين بيه جدا، في تنسيق. المفروض ان حدائق الأهرام دي يعني مسؤوليتها يعني المفروض تطلع بيها جمعية حدائق الأهرام باعتبار ده مشروع سكني، هي يعني مسؤولة عنه جمعية حدائق الأهرام، جمعية تنمية صحراء الأهرام أظن اسمها بالظبط حضرتك. لكن احنا لا نعفي نفسنا من المسؤولية، احنا مشاركين معاهم وبنحاول نحل معاهم خلال الفترة اللي جاية. يعني هو ان شاء الله بإذن الله يعني كان في محادثة بين وبين يعني بعض المسؤولين عن الجمعية، وهيبقى في يعني دفعة كبيرة في موضوع الطرق والرصف في حدائق الأهرام. في طبعا يعني احنا مركزين في موضوع يعني خلينا شركة المية السلامة المرافق وأصبحت مسؤولة عنها. عملت الإنارة في اهتمام كبير جدا بها خلال الفترة اللي جاية. النظافة المحافظة طبعا يعني موليها هذا الملف أهمية، وخلال الفترة اللي جاية مع اقتراب افتتاح المتحف المصري إن شاء الله المنطقة هيبقى فيه يعني شركة مسؤولة عنها عن المنطقة دي كلها. فان شاء الله باذن الله موضوع حدائق الاهرام حضرتك اداه وقدود يا فندم، اداه وقدود يا فندم، ربنا يدي حضرتك الصحه. الف شكر لسيادتك سياده اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، وكنا نتحدث عن ما تم اليوم.